سلمى المصري اليوم فكيلي شفرت انه الممثلين والممثلات اللبنانيات ان كان شباب ايضا او بنات بتقولي وهي شفره فكيلي اياها بتقولي انه كثير بدهم ليوصلوا لبيوت كل الناس وبدهم كثير ليوصلوا للدراما السوريه لاهميه الدراما السوريه. انا ما بقول انه هن منو ناجحين او كممثلين، انا بحكي عن النص. نعم، على النصوص اللي تقدم بالأعمال اللبنانية. في نصوص كتير جريئة، كتير هن عم يعطوا صورة عن لبنان إنه هو كتير أوكي يكون منفتح حلو يكون في، بس كمان نحن دائما شو عم يعطوا صورة عن شو؟ يعني وليه ما تستحي بطريقه اللبس بطريقه العرض يعني او القصص اللي يعني عم يعطوا صوره عن لبنان مش حلوه، بيعطي انه مو هيك يعني مو كل البنات اللبنانيات هيك، كلهم في عوائل وفي ناس وفي كذا يعني مو دائما. بعدين دائما انا مستغرب انه نجمه سوريه عم تحكي هيك، عرفتي يعني هيدا اللي عم بسمعه. ليه بالعكس، انا بس انا ما عم بحكي عليهم كممثلين ممثلات، لا في ممثلات اثبتوا وجودهم بالدراما بهالفتره هي من 4-5 سنين يعني، وقبل كان هند ابي اللمع، كان في عبد المجيد مجذوب، كان في، بس كان في شيء كطرح حلو، في شيء شفاف. هلا مثلا احيانا بتحس انه في عمل درامي في استعراض، استعراض لبس، استعراض هي، لا خلينا نلتفت شوي للناحيه الاجتماعيه. العمل الدرامي وظيفته مو بس انك انت تطلع. طب بالدراما السوريه ما في هيك؟ توصل. هلا بالفتره الاخيره صار في هيك وكل الناس انتقدت. مثلا بصرخه روح الناس كلها بسوريا انتقدت هذا الشيء، انه حتى لو كان بالحقيقه في، بس انت ما المفروض انه دائما تكشف هاي، لانه بتكون هي يعني حالات ما فيك تعمم. مين أجمل، الممثلات اللبنانيات ولا السوريات؟ كل شيء له جماله، بس لا في باللبنانيات حلوين. شو في؟ لبنانيات حلوين؟ يعني بتشوفي إنه اللبنانيات أكثر؟ فيهم حلوين. وبسوريا في كمان في بنوتات حلوين وفي صبايا حلوة. أكيد في ممثلات سوريات رائعين كمان. سلمى المصري، أنت بتتقاضي 30,000 دولار بسوريا، وخليني أقول الشفرة الثانية، قبضت 150,000 دولار بمصر؟ أي هلا بالفترة اللي أنا قبضت فيها 150,000 دولار. معلش إذا كنت بدك تحط مقارنة قبل، في ممثلات اللي هن نجوم بمصر بياخذوا 40 مليون جنيه و50 مليون 90 مليون أجورهم غير. بس ما تنسى بمصر في عندهم 40 أو 50 محطة فضائية. صح. بتوزع. نحن بسوريا عندنا 3 محطات فضائيات، انه شو بدك تعمل؟ صح. يعني انه ما بيغطي. هلا انت اذا بدك تعدل اجري، انا قبل الازمه باخذ بسوريا كنت بحدود ال 100,000 دولار. حلو. قبل الازمه. بس هلا الظروف يعني هيك. سلمى المصري بدي اياك تسمعي. فطوم فطوم فطومي خبيني ببيت الموني لما بكره بيجي. سلمى المصري، انت حبلاسة الشام. حبلاسة الشام. انت حبلاسة الشام، يعني هذا شغله بيوصف فيها دائما الاستاذ الكبير اللي بنرفع له القبعه وبنقول تحيه كبيره لاهميته ولاسمه الكبير دريد لحام. ليه بعيت لك اول شيء، وليه هو بيك الروحي؟ مو بي لي اكيد، بي لاولادي، هو الروحي، هو استاذنا. وهو الاب مو بس لي، لكل صحيح. لكل سوريا هو هرم. الله يطول بعمره ويخليه يا رب، وإله فضل كبير كثير، وقد ما حكينا قليل على الدراما السورية، هو اللي وصل اللهجة السورية لكل أنحاء الوطن العربي وللمغترب حتى، وهو قامة من قامات الوطن. أكيد. يعني ما فيك تقول لا بوطنيته، بحبه لسوريا، لتراب سوريا، لكل شيء، يعني بكفي صموده ووجوده بسوريا لحد الآن هو شغلة كبيرة كتير. أولادي كتير بحبوه، لأنه الله يرحمه شكيب كان كتير أصدقاء وبلشوا سوا بالتلفزيون، وكانت كل طلعاتنا وكل إجازاتنا نقضيها أنا والولاد وأبو سائر وولاده كلياته وعيلته، كنا دائما نطلع سوا بالأعياد نكون سوا. فأولادي يعني وعيوا على
الاستاذ دريد لحام وعيوا عليه فهن كثير بحبوه. انا اي شيء بصير اي مناسبه عنا لاولادي او لي اكيد بستشيره وبقول له. يعني انت بتدعم النظام السوري، بتدعم الدكتور بشار الاسد، اليوم شو بدك تقولي لسوريا؟ فيني فرجيكي فيديو صغير قبل هذا الفيديو بيطلب منك تطلعي على الكاميرا وبعتذر منك قبل عرضه. خلينا نشوف قبل، خلينا نشوف هذا الفيديو. شوف. ما بدك تشوفي؟ ما بدي اشوف. ليه؟ ما فيني اشوف اطفال. ليه ما بدك تشوفي سلمى المصري؟ ما بدي اشوف اطفال، هدول اطفال بلدي شو ما كانوا غاليين. شو ما كانوا غاليين، دمر غالي. اكيد. هدول الولاد حيكبروا كانوا ويكون لهم مستقبل ويكون لهم دور يمكن بالبلد. شو ما كان من اي ناحية كانت، الطفل بيقهر، هدول ما لهم ذنب بأي شيء. بس أول شيء أنا بدي أقول لك، أنا كلمة نظام ما بحبها. هاي دولة سورية، جمهورية العربية السورية إلى حكومتها وهي دولة. نظام، هلا كلمة نظام معنى خدها أوكي، نظام أكيد، نظام ضد الفوضى كنظام. منيح بعد 5 سنين أنه قدر الرئيس دكتور بشار الأسد يحافظ على البلد ويكون موجود رغم كل الحرب الكونية اللي صارت على سوريا. صموده ونحن وفاء لسوريا حنكون معه، لأنه نحن ما بنعرف شو اللي جاي بعدين. أصلاً الناس اللي عم تحكي من برا، أعطيني حدا نحن مقتنع فيه. أنا شوف حدا مقتنع فيه، كلهم كانوا بسوريا وكلهم كان عندهم مشاكل. صحيح. يعني ما نن هالناس يعني تقول والله. تحية لكل شهيد راح أكيد. وهدر دمه، لأنه نحن أكيد نتمنى الخير لسوريا أكيد. بس الله يرحمه.